قال رحمه الله: باب قسمة التركات. قسمة التركات هذا الثمرة الآن، الآن وصل الثمرة، نريد قسم التركات الآن. عندنا 6 و12 و24، ما فهمنا الآن ماذا ترك الشيخ سعيد؟ قال ترك 6000. 6000 سهل جدا. المسألة من كم؟ مسألته من كم؟ قال مسألته من 6. الحمد لله. ايش نصنع؟ 6000 على 6 بنضرب على 6 يطلع كم؟ 1000. اذا عندنا 1000 نضربه نشوف ايش ترك. قال والله ترك 6 أبناء لكل ابن 1000. تمام. ترك مثلا 4 بنات وابن للذكر مثل حظ الانثى. المسألة من 6، 2000 للابن، 1000 لكل بنت. نعم. هذا اذا كانت تقسم. كل شيء ينقسم نقسم على هذه الطريقة، ناخذ الاشياء التي تنقسم ما ترك، سواء مال، دولار، دينار، درهم، يورو، اي شيء. ذهب، ذهب بايش عندنا؟ جرام، بالجرام. ارض زراعيه بالمتر. قال عندنا دلم، صح، وهنا فدان. وقال اي شيء ينقسم قسم كما تقسم الاموال. مفهوم؟ عندنا اشكال. ترك الشيخ سعد بعد عمر طويل في طاعه الله بقره. طيب البقره ما تنقسم، صح؟ لانه لو ذبح البقره اتلاف للمال. الورثه قالوا لا، هذا خير، نعمه ترك لنا الشيخ سعد، نحلب ونشرب. طيب عندنا زوجه، عندنا زوجه وبنتان وعم شقيق. الزوجه تاخذ ثمن والبنتان الثلثين. مسالتنا من كم؟ 24. 3 للزوجه و16 للبنتين، صح؟ كل بنت لها 8 8، والباقي 5 لمن؟ 5 او لا؟ 5 للعم الشقيق. تمام. ايش نصنع؟ نقول البقره عندكم 24 يوم، 3 أيام تحلب الزوجة، و8 أيام البنت الأولى، و8 أيام البنت الثانية، والعم يحلب 5 أيام. مفهوم؟ ممكن. ترك سيف، السيف هذا أثري لا يقدر بثمن. مفهوم؟ فالعم يقول أعطوني السيف أخلي عندي في الصالون، والبنت تقول لا، تركت أبي، والزوجة تقول زوجي. المهم بعد الوفاة عاد الحمد لله. فنجعل السيف عندهم مثلا، نتفق معهم، نقول مثلا الزوجة 3 أشهر تبقى السيف عندها، وكل بنت 8 أشهر 8 أشهر، والعم 5. المهم نسعى إلى التوفيق بين الورثة قدر المستطاع. اتفقوا على البقر إلا الزوجة قالت لا والله ما أريد، أنا لا أحلب ولا أشرب ولا أريد الحليب أصلا، أريد أتزوج، شوف حالي يا كذا. قالت ما أستطيع، أعطوني نصيبة في البقرة. ما نستطيع نعطيها نصيبة في البقرة. نصيبة في البقرة كم؟ 3. كيف نعطيها 3؟ صعب، صح؟ قال عندنا حل. الحل نحول البقرة إلى أقسام، سموا هذه الأقسام قراريط. والقراريط عندهم أي مسألة تجعل من 24 قيراط. ولهذا أخوان المصريين يقول أنا مروق 24 قيراط، يعني تمام 100%. 24 قيراط هي 100%. إحنا الآن ما نعرف القراريط، نعرف الإيش؟ النسبة المئوية، صح؟ يعني مثلا الآن لو أقول للشيخ سعيد لك في البقرة 50%، يفهم؟ يفهم. لكن لو أقول لك في البقرة 24 قيراط ما يفهم. هي 24 قيراط هي 50%. ففي القديم لا يقسم بالنسبة، يقسم بالقراريط. القراريط ليس فيها نسبة خطأ ولا شيء في المئة. أما النسبة المئوية في بعض التركات فيها نسبة خطأ، لأن تقرب، لا وتقرب الأرقام. القراريط لا تقريب فيها. فإذا كانت المسألة يعني ما فيها نسبة خطأ، ما فيها تقريب، قسم بالنسبة المئوية، ما في إشكال. يعني مثلا ترك بقرة والورثة هنا
كم ابن؟ 4 ابناء. بالنسبة المئوية 25 25 25 بالمئة صح؟ وفي القراريط 6 6 6 6 صح؟ تمام، هذه ليس فيها نسبة خطأ، لكن الإشكال إذا كان فيها نسبة خطأ، مثل الزوجة الآن لها الثمن، الثمن في النسبة المئوية هنا لازم تقريب، فإيش نصنع؟ هنا قال ترجع إلى القراريط، مفهوم؟ المعمول به هذه الأيام في الغالب النسبة المئوية ويقربه، وقل هذا يعني شيء يسير ولا إشكال فيه، لكن عند الفرضيين يقولوا ما يمكن، الهللة تحسب، هللة تحسب، مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله: إذن إذا كانت المسألة تنقسم، طيب إيش تستفيد الزوجة الآن؟ عندما قلنا لك في البقرة 3 قراريط، تبحث عن مشتري، وجه الشيخ وقال أنا أشتري نصيب الزوجة، يدخل مع الورثة مشتري، نصيبه كم؟ 3 قراريط، يقول اشتري منك 3 قراريط، وهذا موجود عندنا في الصكوك، أنه فلان اشترى نصيب فلان من الورثة وأخذ كذا من القراريط. قد تأتي لك مسألة مقسمة من قبل تقول أنا لا أعرف القراريط، أنا أعمل بالنسبة المئوية، ما يمكن. نعم. قال رحمه الله: باب قسمة التركات. في التركة اضرب سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجدا. نعم.